كما أكد الرئيس السيسي ضرورة جذب المستثمرين إلى المناطق الجديدة وزيادة الكثافة السكانية، مشددا على ضرورة عمل أبحاث للوصول إلى منتج زراعي جيد يلبي متطلبات السوق. وأشار الرئيس السيسي إلى أن إجمالي الأراضي المستصلحة في شرق العوينات وتوشكا يصل إلى 1 مليون فدان، بما يعادل المساحة المزارعة في 3 محافظات. حجم المية اللي اتعملت على أساسه المحطة، إحنا حريصين على أن إحنا في شغلنا أولا نستفيد منه كله، تمام، وثانيا نستفيد منه بزراعات بنظم ري حديثة وبزراعات حديثة. أنا بقول لينا كلنا دلوقتي، إحنا بنتكلم على الأقل في منطقة توشكا بنتكلم في حوالي 700,000 فدان، وده اللي كان مستهدف، 750,000 مش كده؟ كان مستهدف لما الفكرة اتعملت تمام في الثمانينات على إن توشكا تطلع 700,000 فدان. ومهمة قوي وإحنا بنتكلم في النقطة دي، نقول إيه؟ أنتوا عارفين 700,000 فدان دول يساوي 2 محافظة، ولا أنا 700,000 فدان يساوي 2 محافظة، يعني تقريبا 1 مليون فدان اللي احنا بنتكلم عليهم في شرق العوينات وفي توشكا، احنا بنتكلم على 3 محافظات. يتبقى حاجة، تمام، ازاي نعمل ونجذب سواء كان للمستثمرين عشان يبقوا موجودين معانا هنا، او حتى عشان الكثافة السكانية اللي تبقى موجودة تبقى تستفيد من الشغل اللي موجود دوت. احنا خلاص عملنا الجهد او المشوار الاصعب، خلاص بقينا النهارده قادرين على ان احنا في فرص عمل لحوالي 1 مليون فدان تقريبا، تمام، لما نحط عليهم التصنيع الزراعي اللي بيتعمل لهم اتصور ان العدد ده يزيد اكتر من كده. واحنا بالمناسبه حريصين على ان احنا في 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 هذا المجال كدوله، ان احنا كل تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية.